هنروح للكاراتيه وهي لعبه يعني العظماء او لعبه الانجازات. الكاراتيه الحقيقه اللي حققت انجازات كبيره وكان اخرها في طوكيو. الكاراتيه حقق 7 ميداليات في العاب البحر الابيض المتوسط. خلينا نقول لحضراتكم السبع ميداليات حققنا 2 ذهب 3 فضة 2 برونز. المنتخب قدم مستوى مميز جدا وظهر اكثر من لاعب من نجومنا بالشكل اللائق. ولو رحنا للميداليات بقى هنلاقي ان فريال اشرف نجمتنا ويوسف بدوي قدروا ان هم يفوزوا بالميداليات الذهب، وسيب عبد الله ممدوح وريم احمد واحلام حمدي الميداليات الفضه، والبرونز كانت من نصيب عمرو ابو اوره واحمد لطفي، ومصر جت في الترتيب العام الثاني بعد الجزائر في منافسات الكاراتيه. في ميداليه من الميداليات دي غاليه جدا علينا، وهي ميداليه بطلتنا يوسف او بطلنا يوسف عماد او يوسف بدوي، واللي صمم انه يلعب الماتش بالرغم من اصابته وبالرغم من انه مسؤولين اللجنه الاولمبيه المصريه كانوا خايفين عليه وكانوا حريصين انه ينسحب من النهائي، لانه صمم وراح لعب المباراه بروح المصريين ورجع للملعب وقدر انه يلعب ويفوز بالذهب. ودي ميداليه الحقيقه يعني بطوليه، مش ميداليه بس ذهب ولكن ميداليه بطوليه، ان لاعب يتغلب على نفسه وعلى الامه وعلى اصابته ويقدر يفوز بذهب في مباراه هو كان فيها متاخر. الحقيقه ده انجاز كبير ولعبتنا الحقيقه بتضرب ملاحم كبيره. وخليني اقول لكم ان البحر الابيض المتوسط هي بطوله ليست بالسهله، انت عندك ايطاليا، عندك اسبانيا، البرتغال، الجزائر، مصر، تونس، كل هذه البلاد بتطل، ومقدونيا انا مش عايز يعني، وايطاليا مش عايز انسى بلد من البلاد، فرنسا بلد من يعني اغلب هذه البلاد بتلاقيها في الاولمبياد الكبرى، يمكن لا تنتقص الصين، امريكا، وروسيا فقط الثلاث دول الكبرى دي، ولكن اغلب هذه الدول موجوده في الاولمبيات الكبيره، الاولمبيات الكبرى اللي هي اولمبيات ان شاء الله باريس 2024. اذا مصر تستحق، الكاراتيه بيسطر التاريخ ايضا في باريس او في انا اسف في وهران الجزائريه. هنروح للجودو، ايضا من الجودو من الرياضات اللي تنبأنا ليها ايضا بانجاز كبير وماشيه في الطريق الصحيح، ذهبيه وبرونزيه للجودو بالعاب البحر الابيض المتوسط. لاعيبه منتخبنا الوطني الاول للجودو حققوا ميداليتين في دوره الالعاب البحر الابيض المتوسط وبتلعب دلوقتي في وهران الجزائريه ومدينه وهران الجزائريه. مصر شاركت ب2 لعيبه بس في منافسات الجودو. محمد عبد الموجود قدر يحقق الذهب في وزن تحت 66 كيلو جرام، اما يسري سامي الصاعد بقوه فقدر يحقق الميداليه البرونزيه في منافسات تحت 60 كيلو جرام. الجودو المصري زي ما قلت لحضراتكم ماشي بخطى ثابته ورايح لاتجاه جيد ان شاء الله باذن الله، ميداليه في باريس باذن الله يعني البطوله القادمه. وخليني اقول لكم ان هم 2 لعيبه شاركوا بميداليتين وهي نسبه كده 100%، انت رايح ب2 لعيبه خدت بيهم ميداليتين ذهب وبرونز، اذا تحقيق نجاح هدفك ب100%. اذا الجودو نجحت وقعدت في اوفد، ان شاء الله منتظرين كمان في طوكيو في باريس 2024 المزيد من الميداليات الاولمبيه.